الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم. ولد محمد غنيم في 17 مارس عام 1939 بمحافظة القاهرة، ثم انتقل إلى مدينة المنصورة. درس وتخرج في كلية الطب جامعة القاهرة قسم المسالك البولية، بعدها سافر إلى إنجلترا للتدريب لمدة 2 ليحصل بعدها على درجة الزمالة، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى كندا لمدة 2. يعتبر الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم وأحد أمهر جراحين العالم في مجال الكلى والمسالك البولية. أسس محمد غنيم مركزاً عالمياً في مجال الكلى والمسالك البولية في مدينة المنصورة، والمعروف باسم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية. الدكتور غنيم ليس جراحاً ماهراً فحسب، وإنما أيضاً مفكراً سياسياً بارعاً، وله آراء قوية في مجال التعليم والبحث العلمي. فريد إدوار، شباب حكاية. رجعنا معاكم مرة تانية. مهم قوي زي ما قلت لكم في البداية اننا نتكلم النهاردة عن مؤتمر الشباب، لانه في ناس كتير شايفين انه ملوش الاهمية القوية او ما جابش لسه الجدوى بتاعته. فخلينا النهاردة نتكلم مع واحد من الشباب اللي كانوا موجودين داخل المؤتمر. بس قبل ما اتكلم مع ضيفنا، خليني اقول الاستاذة سهام اللي بعتت لنا مسج من شوية كانت عايزة رقم الضيف اللي قال انه لو عايز حد يسافر هو ممكن يسفره. احنا بعتنا لحضرتك رقم التليفون حالا، لو حضرتك فتحتي هتلاقي رقم التليفون عندك، ولو لسه ما وصلكيش ابعتلنا تاني هنبعتهولك مره تانية. واي حد طبعا حابب اي حاجه نبعتها له، اي رقم تليفون لاي ضيف، طبعا بعد ما بنستاذن الضيوف وبعد الرضا من الضيوف بنبعتها لحضراتكم. خلينا بقى نرحب بيه استاذ احمد مسعد امين، مساعد شباب حزب الحريه المصريه بالامانه العامه وواحد من المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله، منورنا، ربنا يخليك. قولي كده او احكي لي عن المؤتمر الوطني للشباب، من انك بتحضر او حضرت وكنت مشاركين فيه، انت بتقيم ازاي اصلا فكره اهتمام سياده الرئيس بالشباب وانه يبقى حاضر برغم من المشغوليات برغم المسؤوليات؟ مهم قوي انه يبقى حاضر ويسمع الشباب. والله هو مؤتمرات الشباب عموما، يعني بالذات المؤتمر الأخير، دي عبارة عن حكاية، حكاية شعب، حكاية دولة قررت في لحظة ما أنها تكون دولة شابة تهتم بشبابها، تهتم بأبنائها، تعمل جسر من التواصل معاهم، تقدم كشف حساب ليهم كيف تدار دولة، كيف تبنى أمة. هي ابتدت من البداية خالص في مؤتمر الشباب الأول أكتوبر 2016، لما ابتدى كانت الفكرة إن احنا نعمل جسر تواصل مع الشباب، نعرف أفكارهم، نديهم فرصة يعبروا عن نفسهم، نعرفهم كيف تدار الدولة، الدولة بتعمل إيه؟ إيه جهد الدولة؟ إيه جهد الدولة في الحاضر عشان تنتقل بيه إلى المستقبل، عشان نبني دولة جديدة غير اللي كنا عارفينها طول حياتنا. وده كان عهد رئيس السيسي معانا. وليه مهم ان الشباب يعرفوا ده؟ الوعي. الوعي هو اللي بيحمي اي امه. الوعي هو اللي بيحمي اي امه، وبما ان الشباب وقود الامه فهم اكتر فئه في المجتمع محتاجه للوعي ده. الشاب ده هو اللي بيمسك سلاح ويدافع عن الوطن. اذا كان عنده الوعي، واذا لم يكن عنده الوعي ممكن السلاح ده يوجه لصدر الوطن، يطعن بيه الوطن من ظهره، من ابنائه. وده اللي في مرحلة من المراحل بعد ثورة يناير، عدم الوعي، مش هقول الوعي الزائف، لا، ده عدم الوعي أدى إن الناس شافت إن التغيير مش هيجي إلا بالفوضى، مش هيجي إلا بالمظاهرات، إلا بحالة الهياج وحالة السيولة اللي كانت في المجتمع وحالة الفوران اللي كان في المجتمع. كان وقتها اللي عايز بيعبر عن نفسه بينزل الشارع، هو ده الحل، هو ده التغيير. طب اسمح لي استاذ احمد، دلوقتي في اراء للشباب بتقول هل الافضل والاولى انه الشباب يعرفوا او يعوا كويس قوي كيف تدار الدوله، ام انه الدوله تستجيب لطلبات الشباب اولا، فبالتالي الشباب يبقى عندهم امكانيه الاستماع لكيف تدار الدوله؟ لا، هو لازم الشاب يعي كيف تدار الدوله، الدوله بتعمل ايه، بتصرف قد ايه، امكانياتها ايه،
عشان يقدر يحدد مطالبه في ضوء الامكانيات. النهارده الشاب هو بالنسبه للدوله يعني هو فرد ضمن الاسره. ما ينفعش ان ابن يثقل على كاهل ابيه بشيء مش من طاقته، مش في احتماله انه يعمله. لازم الاول يكون عارف امكانياته، عارف امكانيات اسرته، عشان يقدر يطلب اللي في حدود الامكانيات ويقدر يتصرف في ضوء هذه الامكانيات. ايه المختلف في المؤتمر الاخير عن اي مؤتمر تاني؟ هل في موضوعات نقشت جديده؟ هل في موضوعات فتحت بشكل اكتر استفاضه؟ يعني ايه الفرق ما بينه وبين اي حاجه تانية؟ هو كان المؤتمر الاخير انا شايف ان التركيز كان على فكره محاربه الشائعات ومحاربه الاكاذيب اللي بتنشر بهدف هدم الدوله في اطار حروب الجيل الرابع. كان التركيز عليها بشكل كبير جدا، وازاي ان احنا ممكن حدث بنعمله سواء كان بناء تعمير زي ما تعرض في الجلسه الثانيه لجلسات المؤتمر، السي دي اللي اتعرض او الفلاشه اللي اتعرض عليها بعض انجازات الدوله من المشاريع، ازاي ان احنا ممكن بالفوتوشوب والبرامج الحديثه ان احنا نشوهها ونطلعها مشاريع فاشله، وازاي ده بيتنشر وازاي الناس بتصدقه. فدي كانت اكتر حاجه توعيه باخطار اللي بيتم، باخطار اللي بيحصل، وضروري ان احنا ناخد بالنا. تمام. فدي كانت اخطر، دي كانت اهم حاجه واخطر شيء. طيب احنا معانا على التليفون مهندس احمد ابراهيم نصر الله، عضو الهيئه العليا لحزب الحريه المصري واحد الحضور في المؤتمر. الو. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا باشمهندس احمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، فرصه سعيده جدا يا فندم. ميرسي، بشكرك. خلينا نتكلم اكتر عن تجربتك في حضور المؤتمر. كلمنا اكتر عن انت شفت ايه، مقيم المؤتمر ازاي، اكتر الموضوعات اللي حضرتك شايف انها مهم انها تبقى بتتناقش في مؤتمرات الشباب، اكتر المشاكل بتواجه الشباب، فكلمنا عن تجربتك الشخصيه في المؤتمر. تمام. هو للامانه علشان نقدر نقول او نقيم تجربه المؤتمر الاخير فلازم نرجع شويه بالزمن للمؤتمر الاول للشباب ثم ما تلا من مؤتمرات. تمام. لانه الحقيقه ان الواحد لاحظ انه في، وانا يعني شرفت ان انا كنت شاركت في كل المؤتمرات الماضيه ومنتديات شباب العالم وهكذا، في تطور كبير جدا، تطور نوعي كبير جدا في الموضوعات اللي بيتم تناولها، في تطور في استماع او جدية الدولة في الاستماع لآراء الشباب، في تطور في كبير جدا في الـ يعني وضع مقترحات الشباب وآرائهم موضع التنفيذ. احنا يعني يمكن خلال اخر مؤتمرين للشباب او اخر ثلاث مؤتمرات السيد رئيس الجمهوريه ورأس الدوله بنفسه بيضع كل المقترحات بتاعه الشباب اللي بتحضر المؤتمر او اللي بنقدمها بطرق او باخرى، بيضعها موضع التنفيذ وبتصدر في شكل قرارات او توصيات في كلمته الختاميه. فيبقى هنا احنا نقدر نقول ان لا، الدوله فعلا جادة في الاستماع للشباب ومرحبة جدا ومنفتحة على كل الآراء، حتى يعني لو في بعض الآراء اللي فيها عتاب أو نقد أو احنا دلوقتي بنلاقي الدولة بتستمع وبتستجيب وبتعدل كمان. مش عايزين بقى يعني الدور بقى اللي على الشباب او اللي علينا احنا من هنا ورايح انه نبتدي نضع يدنا في يد الدوله لمحاوله يعني وضع هذا الكلام موضع التنفيذ، لان عمر الدوله هتقدر تشتغل لوحدها. احنا كانت شكوتنا زمان وفي عهود سابقه ان ما حدش بيسمعنا وان ما حدش بيستوعبنا وان عندنا افكار وعندنا طموحات. النهارده بالعكس، النهارده الدوله فاتحه يعني الباب على مصراعيه لكل الاراء والاقتراحات وبتسمع لكل الناس ومن مختلف الاطياف وبدون تحزب. بالعكس، كل الناس بتبقى ممثله.
كل الاتجاهات السياسيه بتبقى ممثله، والفكريه والشباب العمل التطوعي وشباب الباحثين وشباب النقابيين وشباب يعني حتى وشباب الرياضيين. طيب باشمهندس احمد، دلوقتي احنا كانت المشكله الاولى اللي بتواجه الشباب السنين اللي فاتت كلها هو انه ما حدش بيسمعنا، تمام؟ دلوقتي في سياده الرئيس بيسمع، وفي مسؤولين بيسمعوا، في مؤتمرات بتخرج بتوصيات كتيره، بتعديلات كمان لقوانين كتيره خاصه بالشباب. لكن الحقيقه دلوقتي الشكوى اللي موجوده من معظم الشباب او من شباب كتير، مش هقول من معظم، انه الحاجات او المشاكل بتطرح ولكن والتوصيات فعلا بيخرج بيها سياده الرئيس او بتخرج بيها المؤتمرات بناء على قرارات من سياده الرئيس، ولكن حتى اللحظه في كتير جدا من القوانين ومن التوصيات لم تنفذ على ارض الواقع. فدي دلوقتي مشكله بتواجه كتير جدا من الشباب، فرد حضرتك على ده. هو طبعا الكلام ده يعني قد يبدو للوهله الاولى صحيح، ولكن هو مش صحيح لاسباب. اولا احنا كل اللي بنتكلم فيه او كل اللي بنقترحه او التوصيات اللي بتطلع بيتم وضعها فعلا موضع التنفيذ، تمام. ولكن ممكن اللي مش متابع او اللي من خارج الموضوع وبيبص على الموضوع من بره يحس انه في حاجات كتير ما بتتنفذش. لا، الحاجه بتتنفذ ولكن باولويات. على سبيل المثال احنا في اول يمكن مؤتمرين او ثلاثه قدرنا نخرج بمكتسب، و وسيادة الرئيس كان مشكورا تفضل وتبنى هذا المقترح اللي هو وضع قوائم للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يتم الحكم فيها. وبالفعل النهاردة احنا تقريبا خمس قوائم منذ المؤتمر الأول لحد النهاردة، كل قائمة كانت بتشمل ما لا يقل عن 500 شاب تم الإفراج عنهم في خلال الكام سنه اللي فاتوا. فادي ادي ادي مكتسب. يمكن اتكلمنا قبل كده في فكره التحول، يعني التحول الرقمي، واتكلمنا فيه من اكتر من مؤتمرين ثلاثه فاتوا، وفوجئنا في المؤتمر الاخير اللي كان في العاصمه الاداريه انه بيتم وضع موضع التنفيذ. يمكن احنا شايفين النهارده اغلب المصالح والمؤسسات الحكوميه بتتجه للرقمنه، وكل البيانات اللي بتاعة المواطنين دلوقتي أصبحت شيئا فشيئا مميكنة لدى الجهات الحكومية. ادي 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 موضوع. وفي موضوعات تانية كتير جدا زي مثلا تبني الشباب اللي هو متفوق رياضيا، وما يتمش النظر لمجرد لعبه واحده او اللعبه الشعبيه الاولى، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ويمكن برضو شفنا اهتمام الدوله بالالعاب الفرديه في الفتره الاخيره وتكريمهم واعطائهم المجال. يمكن بعد صدمه خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا وكانت بشكل غير مرضي لكل المصريين، اتكلمنا في الموضوع ده، وسيادة الرئيس كان من ضمن التوصيات انه تبقى المدرب يبقى مصري في الفترة اللي جاية وهكذا. بشكرك مهندس أحمد إبراهيم نصر الله، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري.